اهلا وسهلا بيكم جيمرز ويوتيوبرز، انا علي السيد ومعايا الذكيه الحلوه لنجسر. الذكيه الحلوه، شفتي الذكيه الحلوه. احنا النهارده عايزين نتكلم معاكم شويه ونتناقش عن موضوع يهمنا جدا، اللي هو خلال تقريبا السنه، لو هنتكلم مثلا من شهر مثلا 10 اللي فات او شهر 9 اللي فات لحد دلوقتي، هننتبه انه الببلشرز والديفلوبرز عندهم حركه قويه قوي مع التعريب. صح، كثير في ببلشرز هلا واستديوهات تطوير عم بيعربوا العابهم، وقبل كانت تطلع بلغات ثانيه، كانت تطلع العاب بالروسي بالالماني والعربي كانت بالغاري اللي بدك اياه، العربي ما كان موجود، بس هلا عم نلاحظ انه كثير في استديوهات تطوير عم بيعربوا العابهم. يعني اول حاجه عندك اي اي بدات مع فيفا اذا مش غلطان 2014، وبعدين 2015 وحطوا التعليق بالعربي. عندك كول اوف ديوتي برضو، ادفانس وورفور، يوبي سوفت، بيع العابهم هلا عم بيكونوا متعارف. حتى احنا مش بنتكلم على العاب بس، احنا بنتكلم على سيستم كمان، بلاي ستيشن عملت سيستم عربي. فزي ما احنا منتبهين انه حتى يعني في شركات بتحاول انه اوكي اذا مش هديكم لعبه معربه او سيستم معرب، هديكم على الاقل حاجه من ريحه العرب، هديكم مثلا شخصيه زي تيكن مثلا. تيكن كمان عم يعملوا شاهين. اوكي، وكمان مؤخرا زي ما احنا شفنا اشاعه بالظبط، او هي بس هي الاشاعه طلعت، يعني الاشاعه طلعت مني للاسف، لانه في حاجات لما تيجي تربطيها مع بعض يعني. طب يلا خبرنا تحليلك. قبل يومين وصلتنا كم تغريده على تويتر بتقول انه في عرض عائل لعبه ستار وورز باتل فرونت اللي كان نزل مع في السليبريشن. ايوه، اللي كان نزل في السليبريشن مترجم للغه العربيه على الاكس بوكس ستور. رحنا وشفنا، احنا يعني ما لقيناش حاجه، معنا احنا على الـ على الـ على الاكونت بتاعنا على الاماراتي، بس ما لقيناش حاجه. بس لما قعدت ادور لقيت انه القناه الرسميه بتاعت اي اي على اليوتيوب بتاعت الشرق الاوسط حتى العرض الدعائي ده اوريدي معرض. اوكي، وهذا في ترجمه، ترجمه بالظبط، مش دبلجه، ترجمه لك هالحكي اللي عامله. وبناء على احنا بنشوف خلال السنوات اللي فاتت، يعني خلال الفتره اللي فاتت دي ما بيعملوش حاجه زي كده الا لما بيكونوا عايزين يعربوها. احنا بنتكلم كشركات ككل، مش عن يعني هلا يعني هذه التجارب يلي شفناها من هالفتره كتير قصيره بالضبط. اللي عم نشوف لعبات عم اول شيء ببلش بالعرض الدعائي، العرض الدعائي معرب، يعني في شيء في امكانيه، فنحن نتوقع، ما بدنا ناكد شيء ابدا ابدا ابدا، مش عم ناكد شيء، وحتى ما قلنا شيء تاكيد من اي اي ابدا. بس بنتوقع وبنتامل انه ستار وورز باتل فرونت تكون معربه بالضبط. ف هلا في لما نحكي عن التعريب في شيء عطول لازم، او مش بس التعريب، لما نحكي عن شركات التطوير لما بدهم يجيبوا لعبه للعالم العربي والشرق الاوسط، في تفاصيل لازم ينتبهوا لها، ممكن ما تكون موجوده اذا بدهم يروحوا على دول ثانيه، دول ثانيه او دول ثانيه او اماكن ثانيه. هي فكره انه العالم العربي لي قيم معينه، عنده قيم، عنده تقاليد، ولازم استديوهات التطوير يحترموا هالقيم والتقاليد لما بدهم يعربوا الالعاب تاعهم. فانت بتتكلمي تقريبا بالضبط عن التعريب، وهل عن اللعبه اذا مطابقه، يعني قصتها والمشاهد فيها مطابقه للتقاليد والقيم. ما بدي اقول قصتها، لانه وهذه هي، لانه بعدين بده يصير في عندك توازن انت بين القصه مثل ما قصدوها استوديو التطوير، مثل ما قصدوها الببلشرز. اوكي، وكيف بدهم يعدلوا اللعبه لتقدر يقدر المجتمع العربي يتقبلها. في الموضوع ده نتكلم عن يوبي سوفت واتش دوجز مثلا بالضبط. لما النسخه الاصليه نزلت، لا كانت المفروض ان ما تنزلش في الشرق الاوسط لان كان فيها استخدام مخدرات وحاجات ثانيه، ولكن يوبي سوفت والاستوديو اخذوا انه الخطوه الزياده وقال لك لا اوكي احنا هنعدل لكم اللعبه دي وهنقدر نجيبها لكم فعلا. وبعد 3 اشهر اللعبه نزلت عندنا هنا في الشرق الاوسط. اوكي، يمكن نزلت متاخره، بس على الاقل عملوا اللي عليهم، ويعني احترموا العادات والتقاليد بتاعتنا. صح، ونزلوها مطابقه للعادات والتقاليد الموجوده في الشرق الاوسط. فدي اعتقد يمكن ده اللي انت قصدك عليه، انه يحط تبقى في عين الاعتبار، لانه الناس لما بتفكر مثلا انه اوكي احنا عايزين نعمل نسخه معربه او يعني نسخه الوسط العربي، بس الحكي من الانجليزي العربي سي، لا اكثر من هيك، خاصه لانه مجتمعنا غير عن مجتمع الاوروبي او غير عن مجتمع الامريكاني،
مجتمعنا في عنده تقاليد غير، عنده ثقافة غير، عنده مجتمع غير. وحتى بينهم من بعضهم يعني مثلا هاتلاين ميامي ايه اوكي اتمنعت في استراليا لانها دموية صح اوكي، مع انها موجودة في اماكن تانية كثير. يعني حتى يعني احنا مش بنقول مثلا والله ان احنا قاعدة مختلفة عن بقية العالم، لا أبداً أبداً. كل يعني حتى برضو ساوث بارك، ساوث بارك نزل لها 3-4 نسخ ايه؟ بحيث ان هي تتباع في كذا مكان، حتى النسخة الامريكية كانت غير عن النسخة الاوروبية بالضبط وغير عن النسخة الاسترالية يعني. فالكلام ده بيحصل اوريدي، فعشان ما حدش يقول والله لا احنا مثلا قاعدة مختلفة فعشان كده ما حدش بيبص لنا، لا هي الفكرة التانية ده اللي احنا بنحاول نشدد عليه، انه كل ما هيبقى لينا صوت يعني كل ما هنتكلم وهنتناقش وهنخلي اصواتنا تطلع للشركات زي كده، كل ما ياخدوا في عين الاعتبار انه لا في مجتمع لاعبين كبير هنا ليهم الحق برضه يلعبوا الالعاب دي زيهم زي اي حد تاني، وما تتمنعش الالعاب دي وما يضطروش يشتروها مثلا من السوق السوداء. صح هلا يعني بس انا كمان هون بدي اوقف على خط تاني، انه نحن انا وعلي وحتى اي جان الشرق الاوسط نحن 100% وي سبورت الالعاب المعربه بالضبط اوكي. بس اذا شركه تطوير مشان تخلي لعبه تفوت على المنطقه مشان انه مثلا منع مثلا اوكي قرروا يشيلوا شقفه من القصه وهي شقفه اساسيه مهم على هنا، نحن بنوقف على هذا الشيء بنقول لاستوديوهات التطوير انه لا بدكم تحترمونا كلاعبين ونحن ما بدنا ينقص شيء من القصه الاساسيه انه مشان بس مشان تقدروا تفوتوا على اللعبه على بالضبط. لانه بصي اذا عايز تفكري بابسط الموضوع، طبعا غير ان انت عايز تلعب القصه كلها زي ما هي، انها تقولي والله انا لما هاجي هشتري اللعبه دي هشتريها بنفس الحق اللي مشتريها غيري في مكان تاني وهي كامله، فانا ليه حقي بنهضر؟ صح. فمشان هيك بحب لما استديوهات التطوير يلاقوا توازن بين انه اللعبه بالكامله مثل ما هي مقصوده واحترام للتقاليد البلد اللي هي اللي حيبعث اللعبة عليه بالضبط بهالمسار العالم بالضبط. وكمان يعني وعم بتلاقي كتير في استديوهات التطوير عم بيقدروا يلاقوا هالتوازن الحلو بالضبط بالضبط. يعني احنا ممكن لو عنا بدأنا نعد خلال الفترة فاتت هتلاقي انه في ألعاب فعلا كتير جدا يعني، فاهم ازاي؟ اوكي مثلا في ناس بتقولك اوكي بس هم لسه ما عملوهاش كشغل متقن، بس ماشي كخطوة أولى، ولما يسمعوا منك رد ايجابي او سلبي او حتى لو كان رد مش ايجابي بس بناء مش هيقولوا لك لا. يعني مثلا لما شخصيه شاهين في تيكن اتعمل لها رسمه الاول وبعدين سال هارادا سالهم انه اديني التعليقات ايه رايكم، وصلت لهم يعني لما وصلت التعليقات هتلاقي انه من وقت لما طلع الرسمه لحد ما طلع الشخصيه عمل فيها شويه تغييرات من هنا ومن هنا، شال حاجه حط حاجه ظبط حاجه، فاهم ازاي؟ فهي الفكرة انه نحن كمجتمع لازم نسمع صوتنا، لازم اول شيء نشجع الاستديوهات او استديوهات التطوير اللي عم بيعملوا شغل منيح بالتوازن اللي كنا عم نحكي عنه بشرائنا للالعاب المعربة، مش بشرائنا للالعاب عن السوق السوداء او الالعاب الانترناشنال بالضبط. يعني لما عن جد استوديو تطوير يعمل عمل منيح بتعريب لعبة من دون حذف اي شيء اساسي منها منشجعهم بشراء هيدا النسخة من اللعبة، او اذا استوديو تطوير لا بالعكس حذف مقطع كبير مهم ساعتها بتقولوا له انه لا ما ينفعش كده، ما حينفع بالضبط. فانه وهيك نحن كلياتنا مع بعض يعني نجتمع مع بعض ومنسمعهم صوتنا كمجتمع عربي. نحن كثير مبسوطين انه في استديوهات التطوير هلا عم يلتفتوا اكثر للعالم العربي وعم نشوفها لهالحركه بشكل كثير كبير. واذا فضل الموضوع ده كمان هتوصل لمرحله انه مش هتبقى والله انه لعبه تتعرب هيبقى خبر، لا ده هيبقى شيء طبيعي بالضبط. ان شاء الله نحن نوصل لحل بالضبط، لانه بالضبط لانه احنا دلوقتي يعني احنا عملنا كذا خبر خلال الشهرين الثلاثه اللي فاتوا دول انه في العاب كثير هتتعرض اوكي. يعني عندك مثلا قلنا ذا ديفيجن هتتعرض اوكي، في ذا ويتشر كان في بالضبط كان في وفي العاب كثير. يعني مثلا دلوقتي كمان يعني مش بقول اشاعه بس اذا عايزنا اربط كل حاجه مع بعضها، احنا شفنا انه العرض الدعائي بتاع او البث المباشر بتاع لا مش ستار وورز، كمان عندك اساسنز كريد سينديكيت صح، اساسنز عندك ثلاث العاب سوري ثلاث عروض دعائيه كانت مدبلجه والبقيه والبث كله كان مترجم صح، وحتى كان في عرض من العروض مبين
الانيمس بالعربي. صح. اوكي احنا مش بنقول معناه الكلام ده انه هتبقى كلمه عربه، لا، بس برضو احنا بنقول نتمنى انه لو حاجه بيلتفتوا بالظبط، اذا يعني حتى اوكي لو فرضا اللعبه طلعتش معربه اوكي ان هو بس يعملوا البث مباشر معرب او للوطن العربي، دي خطوه جامده. دي خطوه جامده جدا. صح. لانه كانت في ناس زمان ما تتفرجش على البث ده لانه مش معرب مثلا، مش بنقول هم ما بيعرفوش انجليزي، بس انه بيقول لك اه مش 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 مفكرين فينا كعرب، فليه اتفرج على حاجه عليه. بس دلوقتي الحاجات دي بقت موجوده. صح. يعني فاهم ازاي؟ فدي خطوه كمان كويسه انه نرجع نقول مش بس العاب، لا بقى الحاجه كلها، سواء زي ما قلنا بلاي ستيشن سيستم او ال مش ستور سيستم او البث بالظبط. يعني فاهم ازاي؟ ف قولوا لنا اكيد أنا في مثل العاده نحن كثير بنحب نسمع رايكم على الموضوع، واكيد نحن يعني لما نحكي كمجتمع عم نضمكم انتم ونحن مكلتنا كلنا مجتمع تعبين واحد، فخبرونا انتم شو رايكم عن حركه التعريب اللي عم تطلع من كل استديوهات التطوير، وقولوا لنا اي العاب حسيتوا التعريب تاعولا منيح او ما حذف شيء من القصه الاساسيه، واي العاب حسيتوا التعريب تاعولا كان للاسف ما زبط مع الاستديو التطوير. وحتى في يعني مثلا انا لما مثلا بسرعه كمان كول اوف ديوتي لما طلعت انا حسيت ان التعريب كان عايزه شغل زياده مثلا، وده الراي اللي انا قلته. يعني كنا كتبنا في الريفيو بتاع كول اوف ديوتي كتبنا الموضوع اه ان والله ده خطوه كويسه بس كان عايز الشغل عليه زياده. نفس الحكايه مع فيفا برضو، انا كتبته قلت انه اوكي متعربه كل حاجه، بس بتحس انه التعليق مثلا العربي لما حصل كان بتحسين انه متسجل مش تفاعلي، اللي هو اه دي الجمله اللي انت عايز تقولها ولازم تقولها بالطريقه دي فقولها. إيه؟ فبتبين لما تيجي تحطيها مع بعض ان هي متسجله مش من تفاعليه. إيه؟ بالظبط. فتعليقاتكم زي كده بالظبط، تعليقاتكم زي كده بتفيد عشان تحسن الحركه القويه اللي عم تحصل مع التعريب. نحن مبسوطين فيها كثير، ومثل ما قلنا مره ثانيه انه ان شاء الله نوصل لمحل لما انا وعلي ما ضروري نحكي انه في لعبه عم تكون معربه، لانه حيكون شيء كثير طبيعي وشيء كثير عادي. نتامل نوصل بالخمس سنين القادمين لهالمحل. لا انا ديم سنتين، انا ديم سنتين سنتين ان شاء الله يعني بزر. كمان كل ما اقرب كل ما احلى. وكمان للمزيد من النقاشات عن كل الالعاب اللي انتم بتحبوها انتم موجودين بالمحل المضبوط IGN الشرق الاوسط.